السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هاخدكم مرة ثانية لأكثر من 40 سنة. لما جيت هنا في سنة 1978 كنت مش لاقي غرفة أسكن فيها في وسط البلد، فاضطريت عن طريق أحد أصدقائي في مدينة أبرستوس إن أنا ألاقي غرفة في أوتيل، مش أوتيل، هو يعني موتيل يعني صغير كده، في قرية من القرى اللي حوالين أبرستوس. وكنت انا باخد الاتوبيس انزل بيه اروح المستشفى بعد كده. كانت غرفه صغيره، واللي انا هقوله ده هيفكرك بفيلم اسمه شباب امراه، اللي كان بطلته تحيه كاريوكا ومعاها شكري سرحان وعبد الباسط عصر وسراج منير واعتقد شاديه الى اخره الى اخره، لما كان فلاح جاي من الريف وكان بيدرس في الازهر، وكان كل يوم الصبحيه في الفجر يلبس الابقاب بتاعه وينزل ويعمل دوشه ويخليها تصحى من النوم، وكان لما يجي يقرا او يذاكر يقعد بقى يحفظ القران الحديث وحاجات دي بصوت عالي الى اخره الى اخره، لغايه ما طلع روح تحيه كاريوكا وفي الاخر يعني غوته وضحكت عليه ومشيت معاه. انا في الحاله دي لسه انا بذكركم بالنقطه دي، اللي انا كنت بقرا بصوت عالي، يعني لما كنت مذاكر كان صوتي عالي زي ما اتعلمنا الحفظ في بلادنا في هذا الوقت. وكنت ساكن في اموتيل، يعني اللي جنب ناس يعني يعني عايشين في ناس، يعني المفروض ان صوتي ما يعلاش ما اخرجش من الغرفه. فكنت بقعد زي تور الله في برسيمو، اقعد بقى اما اجي اذاكر المواد الطبيه بصوت عالي والناس سامعاني بره والناس مؤدبين ما بيعملوش دوشه، خاصه لما يكون حد في الضيوف جاي بالليل عندهم او اخره. في حاجه تانية ما كنتش اعرفها انا في الوقت ده، ان انا كنت عايز اوفر كل شيء، فكنت بعاول اعمل الشاي عن طريق المايه السخنه اللي في الحنفيه، وطبعا ده كان خطر، يعني مش خطر، هي ميه يعني بس ما هياش ميه صالحه لعمل الشاي الى اخره. والامر الثالث ان انا كنت ما عنديش مطبخ، كنت عايز اوفر الفلوس، فكنت لما بنزل بالاتوبيس اروح المستشفى خاصه يوم الجمعه كنت بنزل بعمل شوبينج واشتري بقى اللي هو الكبده والسجق وال والتاني يا رب والبرجر والحاجات دي كلها، واقعد احمرها في احد المطابخ بتاعت زملائنا الدكاتره اللي كانوا في المستشفى، والفها بالورق واخدها معايا، يبقى ده هو الغداء بتاع الويك اند، وطبعا بالاضافه الى الجبنه النستو بالاضافه الى حاجات تانيه عشان ايه تمشي لي امري. فالحمد لله في الوقت ده الاخ الكريم والاخت الكريمه نكون لوحدكم، يعني صح احنا بنقرا بصوت عالي، صح احنا عندنا برايفت، بس اعتبر الناس اللي حواليك علشان ما تزعجهمش، وفي نفس الوقت اعرف ان كنتش بخرج من الاوضه لمده يوم واثنين وثلاثه واربعه الا بس لقضاء الحاجه في الحمام. فالناس كانوا مستغربين ايه البني ادم الايه اللي جاي من كوكب اخر ده، ولا بيخرج ولا بيتفرج على التلفزيون ولا بينزل معانا وكذا 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 ولا بيطلب من اي شيء. وفي الاخر حسيت برضك ان الناس مش مرتاحين ليا نفسيا، فروحت انا وعاشي ورايح البلد علشان ادور على غرفه تانية اسكن فيها. في وسط البلد كانت احد الممرضات او الحاكمات عرفتني على بيت اخر، وكان بيت بسم الله ما شاء الله من بابه يمكن 3 ادوار ومقفول، وانا فرحت جدا هقعد في البيت ده لوحدي، لكن اصبت بالرعب فيه جدا، مفيش حد فيه، وتلاقي نفسك الريح تعمل صوت والبيبان تعمل صوت وبتاع ده، فيا دوبك قعدت فيه 3 4 مرات وخفت من ايه؟ من العفاريت، بس ما كانش فيه عفاريت، المهم خفت من الوحده. يعني في الغربه خلي بالك الوحده قاتله، في الغربه خلي بالك ثقافتك بتاعتك ما تفرضهاش على الناس اللي انت عايش معاهم. لو كنت انت قاعد بتقرا زي شكري سرحان فيلم شباب امراه، ما تزعجش اللي حواليك، في عادات دي احنا المفروض ما نفرضهاش على الناس اللي احنا شغالين معاهم هناك. وفي نفس الوقت يعني صحابك اللي انت بتروح لهم كل يوم جمعه دول عشان تعمل الاكل عندهم، جزاهم الله خير، كانوا ناس طيبين جدا، عشان بيلاحظوا ان انا بوفر بقى في الاكل واوفر في الفلوس علشان ايه فلوسي تفضل معايا وتكفيني لغايه ما انجح في الامتحان. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.